فرنسا أم الخبائث، هذه منسوبة إلي فقط. قالها قام أعلى مني وما أعلى من أسلافي هو الشيخ العربي التبسي، لكن أنا اللي قلت وسجلوه في لاغرون بوست في الجمعة التاسعة العاشرة عفوا: فرنسا عدو الماضي والحاضر والمستقبل. وأنا أسميها في كتبي من أكثر من 30 عام: فرنسا هي مغول القرن 19 والقرن 20. يعني المغول ليس لهم من يدافع عنهم، لكن فرنسا عندها في الجزائر من يدافع عنها. الآن تبقى العلاقات الجزائرية الفرنسية من 62، ليست اليوم فقط، مبنية على مصالح في أيام السادة الكبار. أنا خارج دائرة كلامي الرئيس واري بومدين، بومدين كانت عنده مواقف واضحة كل الوضوح من فرنسا من أيام 67، يعني من الهجرة الجزائرية. قال ناكلوا التراب وما نروحوش نخدموا في فرنسا. والأمر الثاني المهم جدا، أنه فرنسا أو حزب فرنسا وصل إلى السلطة في تسعينيات القرن الماضي من انقلاب 11 جانفي. حزب فرنسا ممثل في الكبرانات، هكذا سماهم الرئيس المخلوع مش المستقيل، سماهم كبرانات فرنسا، وبل أكثر من ذلك أساء إليهم، سماهم في الجينيرو واحد تاع الزيت، واحد تاع العدس، واحد تاع البطاطا، واحد تاع الحمص. هذه أكبر شتيمة عرفناها على لسان الرئيس المخلوع وليس المستقيل. الآن تبقى حزب فرنسا كان موجود من 62 باش تكوني في الصورة. حزب فرنسا تمثل فيه مجموعة من المعطيات والعينات. الأول هو بقاء أكثر من 160 ألف من الحركة في الجزائر، وهذه إحصائيات فرنسية دقيقة جدا. هؤلاء 160 ألف حركي هنا ما يزال أحفادهم إلى اليوم، إلى هذه اللحظة، يطالبون باستعادة جنسية أسلافهم الذين شاركوا في القتال في منطقة القبائل مع مكمهون في 1846. وهؤلاء لا تخفى عين المؤرخ عنهم، فموجودين في وزارة الخارجية، موجودين في الرئاسة، وموجودين في كل المؤسسات الدولة. أولاد الحركة وأبناء البشغوات ومعروفين بالإسماء. نعم. معروفين. والآن أنت تعرفي الآن الصراع اللي راه يدور بين جماعة الأراندي، يذكروا الأسماء تاع الحركة الذين فرضوا على السلطة السياسية العليا وزراء بتفويض أو بطلب من السيد الأول في الكيدورسي في فرنسا. نعم. هذه الأشياء معروفة بلا ما يسموا الأسماء، والجزائريين أذكياء ويعرفوا المسائل هذه. نابليون بونابارت اللي كان باغي يدير أن غويوم أغا. بس غنوريكم ديريكتومون، غادي نوريكم من المصادر، شوفوا المصادر القديمة، يعني باش ما تعرف باش تعرفوا ماشي هضرة تاع زونقة ولا هادي. ها هو كيما هنا في سي جورنال هذا لو ماتان اللي توزع في باري في ديمونش، هي 7 فيفري 1892. هاي بيان سور، انتم لا بغيتو تقروها كاع قروها كاع. ادرا الفين il vint même un moment où on cessa de vouloir coloniser l'Algérie pour en faire un royaume arabe. Napoléon III prononça ces mots: « Je suis l'empereur des Français et le sultan des musulmans. » 9 l'article 9 sous le petit colon algérien c'est-à-dire les tcharf dimanche 14 février 1892. نفسه هو الإمام، هو de vouloir coloniser l'Algérie pour en faire un royaume arabe. Napoléon III prononça ces mots: je suis l'empereur des Français et le sultan des musulmans. La même chose هي في هذا الكتاب conférence faite à Paris, le kitab li tatba' fi 1881
كما راكم تشوفوا هاي لاباج نيميرو 14. هاي اون 1863 نابليون 3 rêve le royaume arabe. Les colons, eux au contraire, parlent d'exterminer les indigènes. Alors oui, nous allons voir les sources. Je vous rappelle que Napoléon III est mort en 1873 et ce livre est mort en 1880. Le livre est la Ligue de l'enseignement. تطبع في 1880. نروحوا لاباج نيميرو 37. هيا هنا لتحت انا نقرا ديريكتومون اللي تهمنا باش نربح الوقت. ديجا حتى انا نهائيا alors هيا commandant en chef de l'armée dans le royaume de Saint-Louis, l'homme qui a été longtemps l'âme des bureaux arabes, l'un des plus grands adversaires de la colonisation, l'un des inspirateurs du fantastique et insensé projet du royaume arabe, rêve par Napoléon III. Royaume arabe, bureau arabe, et aucun mal. Oui, même le quand on va le site officiel, hein, t'as le site d'histoire de la fondation Napoléon. Tu te trouves là? Tu as aussi le royaume arabe d'Algérie. Regardez, tu le trouves. Regardez déjà, tu le trouves. Comme tu vois, on a la page là où il est là, comme Napoléon. Napoléon, troisième. ويطلع لكم معاه الأمير عبد القادر. هذه مش عارف هذه لا تشوكي وحدين ولا والله ما على بالي واش هو الحاجة اللي ولا تشوكي واللي ما تشوكيش اللي زاجر مش عارف. هذه الصورة معروفة، هذه الصورة تاع الأمير عبد القادر اللي وين جا عند الأمير تلاقى به نابليون 3. انا على كل انا نحكي لكم بيرسونال، انا بالنسبه للامير عبد القادر ما عنديش ان بروبليم بيرسونال معاه ولا انا امير عبد القادر نقسمه بزاف تاع مراحل، فاهم؟ لو سول بروبليم اللي عندي مع التاريخ اللي هضروه واللي قرونا في الجزائر، ان يقول لك امير عبد القادر مؤسس الدوله الجزائريه الحديثه، مانيش عارف زعما كاين صوالح زعما ما نظنش يقبلوهم لي زالجيريان لو كان جاو يعرفوا صح زعما ليستوار تاع الامير. انا تاني عندي راي تاعي بيرسونيل، اللي انا مانيش من الناس اللي تهضر بار اكزومبل في الامير عبد القادر ولا، باسكو انا نعتبرها الجيريان كانت عنده الظروف تاعو، يعني لو كان قاعد تبرك غير كون قاعد شخصيه كيفاه كيما مقاومين اخت اخرين ولا كانت الناس ما غاديش تهضر عليه. لو سول بروبليم سي كو ردوه مؤسس الدوله الجزائريه الحديثه وخلاو اخت اخرين اللي زعما ماتوا حتى التالي، داروا مقاومات حتى وين ماتوا حتى التالي، زعما سوا المقراني ولا بوعمامه ولا الحداد ولا لالنسومار ولا بزاف زعما هادو كاع هادو ما تهضروش عليهم. سي كلير زعما لو كان جيت تهضر في تشوف ليستوار تاع الامير، غادي نوريكم واحد الحاجه ثاني جو بونس هي غادي تشوكيكم على بالكم. في لي لاتر كاينين لي لاتر تاع الامير عبد القادر معروفين، اللي باغي يقراهم راه كاينين هذا الكتاب هذا راكم تشوفوه تاع عبد القادر، جامعين فيه لي لاتر تاع بزاف، واللي واحده من لي لاتر تاعه اللي هي هذه اللي مكتوبه بخط يده زعما اللي يرجع لها هي لاباج نيميرو 559. نحط لكم هذه الترجمه تاعها، ولكن تمشوا لهذا الكتاب غادي تلقوه في لاباج 558 و559 تلقوها بالعربيه، وهذه لا تراديكسيون تاعها اون فرونسي، واللي هاي بخط يده هنا من فوق هاي اللي يقراها هاي وين مع التالي صاحب لا قروها انتم كاع. ومع التالي يقول
Nous prions le Tout-Puissant de punir les traîtres et de confondre les ennemis de la France. Mektouba في 20 شوال 1287 يعني هجرية. هي هنا تاني بالعربية. ينتقم من الخائنين كما نسأله سبحانه أن يبيد أعداء فرنسا 20 من شوال 1287 المخلص عبد القادر لو سانسير عبد القادر. يعني ما نظنش باللي لي زالجيريان زعما أم بكل صراحة ما أنا قلت لكم أنا نحترم أنا بار إكزومبل عبد القادر نعتبره إنسان مستعرب فما مستعرب احتمال كبير يكون زناتي زعما زناتي مستعرب ولكن باش ترده مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة وكاع هما استغلوه غير لخاطرش من داك كانت فيه العروبة هذا ما كان ما خليت بزاف تاع لي غو عليه مش عارف انا بيرسونيلمون انا نامن بلي مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة هو الاقليد ماسنسن هو ماسينيسا هو اللي اسس الدولة الجزائرية انا كون جيت كون جا عندي راي في ليستوار تاع لاجيري بيان سور ما عندي حتى راي نقول لهم بلي الملك ماسينيسا نقول لهم الدولة الجزائرية اسسها ماسنسن ملك عظيم ولكن تقول دولة جزائرية أسسها أمير عبد القادر مع كل احتراماتي ليه أنا نحترم قال الناس اللي جاركم شفتوني في الفيديو تاعي عمري ما طيحت الكش واحد ولا نعم حتى اللي يتفشوا ما نطيحش بس صعيبة شوية زعما واحد مؤسس دولة جزائرية حديثة يقول ينتقم من الخائنين كما نسأله سبحانه أن يبيد أعداء فرنسا الله ما عرفناش ما عارف وي نمشيو دروك هذه غادي نوريكم الكتاب اللي هي عبد القادر اي لوي نابليون بونابارت اللي جايه في الكتاب تاع انا دو لاكاديمي دو ماكون اللي انا نحط لكم لاباج دوما قروها كاع انا باش نختصر نمشي ديريكتومون الحاجه اللي تهمنا نهضروا شويه على الافلان ولواس وكاع المهم بور نابليون 3 انسي كي لو كونفيرا على لو 10 ديسمبر 1960 سو تو لي ريجيم بوليتيك لادمينستراسيون فرانسيز ا ريغولييرمون بريمي لي انديجين او بروفي دي كولون ان سول ا كومبري دون كان امباس ان سون فرونسي نابليون 3 il voulait faire un royaume arabe il admirait la noblesse des chefs arabes Abd al-Qadir s'était conduit de façon chevaleresque à Damas en sauvant de la mort des Français et des Maronites qu'il avait arrachés à la population déchaînée. Lui, Napoléon, voulait susciter une aristocratie et plus tard une dynastie qui aurait constitué l'armature de ce royaume. La France en aurait simplement assuré la protection. Jusqu'à ce qu'il aille atteindre la capacité de s'émanciper. Oui, j'ai montré comme le trois. Rohan Krowash Gel de Gaulle, De Gaulle insistait sur le caractère prophétique du projet de Napoléon III. Il dit Gala de Gaulle, mais qu'un arbre lissa il a dit de trois. Le royaume arabe, c'était plus. Une politique algérienne. C'était une politique arabe. Vous avez lu la lettre d'instruction d'une centaine de pages que Napoléon III a envoyée à MacMahon en 1865 pour tirer aussitôt les conclusions de son long voyage en Algérie. Comment voulez-vous faire une politique opposée d'un pays arabe à l'autre? Comment voulez-vous empêcher que l'Algérie soit algérienne si le Maroc est marocain? Et la Tunisie tunisienne. La France aurait pu devenir la protectrice des intérêts musulmans depuis la Mauritanie jusqu'à l'Euphrate. Ah, ouais, qui m'a raconté ce que tu fais. Ah, dis-moi, tu as 1865, Maroufa, tu as Napoléon III. C'est le plus important que je n'ai pas partagé avec vous.
المهم هايو المرجع. المهم اروح انت وقرا قرا في ليزيكول، كي تخرج من ليكول كمل كاع حياتك وانت تقرا في ليستوار، بعد تلقى باللي الصور اللي قريتها مع عمرك قال لك لاجيري مشكلة. مشكلة درتها جمعية العلماء، مشكلة خاطر شابري لانديبوندونس اللي كانوا أعضاء تاع جمعية العلماء وتأنفلترو كانوا في الحكومة. أنا ما نلومش المجاهدين تاع الثورة، بالعكس حاشا حاشا لله، لكن هذوك ديجا تعطاكو على بالكم الاستوار تاعهم قد ما نش نعود. بصح اللوم يوقع على الناس اللي علموا الاستوار تاع لاجيري في ليزيكول تاعنا، وين هما الحقيقه ما تنجمش تدركها مدى الحياه، ما تنجمش الحقيقه ما تدركهاش بالغربال كما نقولوا حنايا، ما تدركش. بصح شي غادي يضيع وقت على اللي جير، غادي بنادم يكون ينفيستي من لو طون تاعه بقى يقرا ليستوار ومن بعد يلقى بلي كلش مخربش، ومن بعد تكون ثقبه، من بعد كيما نقولوا الشكوره قاعده تتشتت كاع، كيما انا كيما اللي صرا لي انا في ليستوار تاع لاجيري، وين كلش تدفق. المهم جاسب الفيديو تفيدكم، تنميرت.